جادك الغيث إذا الغيث هما، يا زمان الوصل في الأندلس، لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس. نقدم لكم رواية عن الفردوس المفقود في الحضارة الإسلامية، الرواية الحائزة على جائزة الشيخ راشد بن حمد الشرقي للإبداع، رواية حكاية جديدة للأندلس للكاتب سراج منير، الصادرة في طبعتها المصرية عن دار البشير للثقافة والعلوم. يرويها لكم الفنان القدير أحمد ماهر، بطولة محمد خميس، حنان الفيومي، محمد يحيى، أحمد ممدوح، تسجيل وهندسة صوتية بيشوي مجدي، مكساج حسن هريدي، منتج منفذ فوكس برودكشن، إخراج مصطفى مندور. لا أنكر أن ركبتي كانتا تصطكان في اللحظات الأخيرة قبل فتح الأبواب. كنت أتأمل الساحة من فتحات القضبان، أحصي الأماكن التي قد تكون فيها مفاتيح فوزنا. فريق يستعد، معي مجموعة غير متجانسة من البشر، قضينا معا شهرا في تدريبات تؤهلنا إلى تلك المباراة التجريبية التي يفترض فيها أن نتعاون حتى ننجو جميعا. كان الشيء الوحيد المشترك بيننا هو أننا عبيد لسيد واحد، هو من أحضرنا إلى هنا وأشرف على تدريبنا لهذا اليوم وأنفق كثيرا في سبيل ذلك. كنا في القرن 28، رغم أن أحدا منا لم يولد في هذا الزمن. أنا مثلا ولدت في بداية العقد الأخير من القرن 20، وكنت في بداية عملي طبيبا جراحا حين انتقلت هنا، والفتاة الطويلة الشقراء التي تقف خلفي على اليمين اسمها إيونا، محاربة دنماركية من عصر الفايكنج، والواقف على يساري وطريف فارس أندلسي، أما الأسيوية التي تجلس خلفه فهي ساتشي، عالمة فيزياء يابانية من أواخر القرن 21. فتح الباب الصغير الذي يفصلنا عن الساحة واندفعنا إليها عدوا وعيوننا على الفريق الآخر. الفريق مثلنا يتكون من 4 محاربين ومفكرين. المحاربان في فريقنا هما إيونا وطريف، والمفكران أنا وساتشي. كانت الساحة شبيهة بتلك التي كانت أيام الرومان قديما، يقتل فيها المصارعون بعضهم بعضا، غير أن الصراع في حلبتنا هذه كان مزيجا بين صراع العقول وصراع السيوف. ركضت نحو أول مفتاح وركضت جواري إيونا لتحميني. وقفت أمام الصندوق الزجاجي الذي يحوي المفتاح، أحاول التوصل إلى طريقة فتحه سريعا قبل أن يصل مقاتل الفريق الآخر إلينا. كان اللغز معقدا وكان تفكيري مشتتا بمتابعة الصراع العنيف بين إيونا ومحارب الفريق الآخر، لكنها هتفت به غاضبة: لماذا تنظر إلي؟ اهتم بعملك أيها الأحمق. كان الوقت حرجا، وانشغلت رغما عني بالتفكير في مفارقة أن امرأة بهذا الجمال هي المسؤولة عن حمايتي، وأنني في تلك الحلبة شخص ضعيف. مع سير المباراة التي انتهت بفوزنا استطعت أن أثبت جدارتي وأن أحصل على المفتاح المطلوب مني، بل استطعت أن أحميها من هجوم مباغت لمحارب من الفريق الآخر، إلا أنها نهرتني بخشونة دون أدنى اعتراف بالجميل.
الطريف الأندلسي كان الشخص الوحيد الذي أثنى علي. أحسنت يا رجل، لقد أنقذت زميلتك وأحضرت المفتاح في نفس الوقت. فقلت بغيظ وأنا أدخل المفتاح في فتحته مكملاً دوري في اللعبة: قل ذلك لتلك الملعونة فقد نهرتني. ضحك ساخراً وقال: لا عليك منها، إنها مجوسية لا يرجى منها خير، أمثالها جوار عندنا في قرطبة. كان وقع اسم قرطبة على أذني غريباً في هذا المكان الشبيه بأفلام الخيال العلمي، اسم يخلق في قلبي مشاعر جياشة لا أعرف كنهها بالضبط. كنت أود الحديث مع طريف لهذا السبب، فهو يحمل رائحة زمن حلمت به كثيرا وقرأت عنه كثيرا وتمنيت لو رأيته. قبل تلك المواجهة بستين يوم من عمري، أو بسبعة قرون بالتقويم الميلادي، كنت قد تركت بيت أهلي في الإسكندرية وأعيش في شقة صغيرة في العباسية، أعمل طبيباً مقيماً في قسم الجراحة في مستشفى الدمرداش. كنت أبيت معظم الليالي في المستشفى، وفي أحد الأيام أمرني الطبيب الأقدم مني أن أذهب للمبيت في مستشفى خاص في مدينة العبور على حدود القاهرة. لم أكن مثل الآخرين أتحرق للعمل في مستشفى خاص، لأن والدي كان يتولى الإنفاق علي إضافة إلى راتبي البسيط، لكن الطبيب الأقدم أصر على أن أذهب ولم يكن في مقدوري أن أرفض. كان المستشفى الخاص هادئا، ما شجعني أن أحاول المذاكرة لامتحان الماجستير. لم أطق أن أذاكر أكثر من نصف ساعة فرميت الكتاب وفتحت كتابا آخر كنت أحب مطالعته من آن لآخر، اسمه دولة الإسلام في الأندلس. كانت موسوعة من سبعة أجزاء وكنت يومها أطالع الجزء الخامس. لم أكن أعلم لحظتها أنه بعد أن أكمل مشوار حياتي سيتغير محتوى هذا الكتاب إلى حد كبير، بل إن اسمي سيكتب فيه لكن بصيغة أكثر تعقيداً، فبدلاً من يزيد حسين عبد الرازق سيصير أبو عثمان يزيد ابن حسين السكندري متبوعاً بعدد من الألقاب. حين انتهت ليلتي في تلك المستشفى ركبت سيارتي على عجل متوجهاً إلى الدمرداش، حيث ينبغي أن أتواجد قبل بدء العمليات الجراحية بساعة على الأقل. كنت أقود مسرعاً، ألم أستطع تفادي سيارة نقل انعطفت ناحيتي بشكل مفاجئ فصدمت جانب سيارتي ودفعتني من الطريق وانقلبت بي السيارة عدة مرات. شعرت بألم فظيع في صدري وبطني وضاق نفسي، ثم غبت عن الوعي بعد أن شاهدت أشباحا لأشخاص كثيرين يتجمعون حول السيارة. بين الصحو والإغماء المتكرر وجدتني ملقا على الطريق والناس يتناقشون فيما ينبغي عمله لإنقاذي حتى تصل سيارة الإسعاف. كنت أتمنى لو أستطيع النطق فأشرح لهم أنني طبيب وأنهم ينبغي أن يلتزموا بقواعد التعامل مع مرضى الإصابات بترتيبها المشهور، بدلا من أن يكسر عنقي أو يتسبب في تفاقم حالتي. استيقظت ثانية وأنا في سيارة الإسعاف، ثم مرة ثالثة وهم يغرسون أنبوبا في صدري، ثم أظلم كل شيء. استيقظت بعد ذلك لأجد روبوتا يتجول حولي ويغرس محقنا في أماكن متفرقة من جسدي. ظننت في البداية أنني أحلم، لكنني بنهاية اليوم عرفت أن قلبي قد توقف بالفعل في استقبال المستشفى التي وصلت إليها، وأن هؤلاء الناس قد أنقذوني حين نقلوني إلى المستقبل، وأنني ينبغي أن أعمل لديهم مقابل ذلك.
قالوا لي بعدها إنني مستعبد لديهم، وإنني في القرن 28 حين انخفض تعداد الجنس البشري إلى ما يقارب 6 ملايين وأخذ في التناقص، وإنهم في المستقبل يعيشون في 4 مستعمرات كل واحدة محاطة بغلاف يعزلها عن جو كوكب الأرض الذي صار غير مناسب للحياة. في البداية وضعوني أنا وآخرين رجالاً ونساءً في عنابر كبيرة، أو بالأحرى حظائر. قالوا لنا إن مهمتنا هي التدريب للاشتراك في مباريات التسلية لنسلي الناس في هذا الزمن. قال مدربنا الأول في القرن 28 لا سينما ولا مسرح، وسيلة الترفيه الوحيدة هي المباريات، ففي كل مستعمرة شركة مسؤولة عن جلب المقاتلين في المباريات وتدريبهم وإدارة المباريات الداخلية بين الفرق الصغيرة التي تتبع فروع الشركة، وهي المسؤولة أيضا عن تكوين فريق يمثل المستعمرة في مباريات كبرى بين المستعمرات الأربع. لم يسمح لنا بالتواصل ونحن في الحظائر، فقط كنا ندرب بقسوة ونعاقب بعنف عند إبداء أي تمرد. كنا نتجاوز 10 بقليل، بيننا محاربون وأطباء وفرسان وعلماء من أزمنة مختلفة. تم إعدادنا في ذلك الشهر لتلك المباراة التجريبية التي انتهت بفوزنا، وانتقلنا من الحظائر القذرة التي كنا نقيم فيها إلى مبنى المترقين، ليعيش كل منا في غرفة نظيفة ذات حمام مستقل ويأكل طعاما آدميا. في أول أيامنا في مبنى المترقين، وبينما كنت متوجها إلى قاعة الإفطار، كنت منغمسا في تأنيب نفسي لأنني شعرت بامتنان لمن استعبدوني لأنهم وضعوني في مكان نظيف كهذا. كنت أقول لنفسي ليس لك خيار فيما أنت فيه، لكن لك خيار في تقبله على الأقل. ما أنهيت جملتي حتى فوجئت بإيونا تنظر إلي بتعجب وأنا أكلم نفسي كأنني مجنون، ثم مضت إلى حال سبيلها. كانت فاتنة ذلك الصباح بشعرها الذهبي وعينيها الزرقاوين وجسدها الممشوق وأنفها المستقيم الأشم، لكن وجهها المتجهم كان يفسد تلك الصورة الجميلة. في الفترة السابقة كانت القذارة تغطينا فلم تكن تلك الملامح الجميلة ظاهرة، أما الآن فقد انجلت شمسها من خلف تلك الغيوم، وإن كانت شمسا مكفهرة. كنا أولى الواصلين إلى قاعة الإفطار التي يديرها أشخاص آليون. ما رسخ شعوري بأنني أعيش في أحد أفلام الخيال العلمي. جلسنا إلى الطاولة، كانت المقاعد رخوة مريحة مثبتة في الأرض، والطاولة في مستوى مناسب. ما إن جلسنا حتى سمعنا صوت طنين وفتح جزء من الطاولة أمام كل واحد منا، وخرجت منه صينية عليها نفس الطعام الجاف الذي كان يقدم لنا في الحظائر. كان الطعام قطعة مستديرة جافة، كل قطعتين ملتصقتان وبينهما مادة طرية، كان أشبه بالأوريو دون طعم الشوكولاتة، بل دون طعم على الإطلاق، كأنك تأكل شطيرة من النخالة. بدأ الآخرون في التوافد تباعا، وبدأت أرى وجوها جديدة، كلهم يرتدون زيا كزي، قميصا رماديا ضيقا ذا رقبة قصيرة وبنطالا مثله. أشار طريف الأندلسي إلي مبتسما فبدلته الابتسام قبل أن يعاود الانشغال بالحديث مع اليابانية ساتشي. ملت إيونا علي فجأة وسألتني، هل أنت حقا تفهم في الأمراض؟
فقلت لها: نعم أنا طبيب. نظرت إلي بشك وقالت: أتعالج بالتعاويذ أم بالأعشاب؟ ابتسمت وتخيلت أنها أخيراً تريد أن تبدأ معي حديثاً. لا هذا ولا ذاك، في زماني نعالج بالأدوية أو بالجراحة، وأنا من الذين يعالجون بالجراحة. بدأ التساؤل على وجهها، فأكملت قائلاً: إذا طعنت رجلاً في بطنه فأنا أعالجه، أفتح بطنه وأرتق أحشاءه ثم أغلق البطن. تنهدت وهي تتأمل وجهي في شك غير مصدقة، ثم اقتربت مني وهمست: سأسألك سؤالاً، أجبني وإياك أن تخبر أحداً. فهززت رأسي مطمئناً إياها وأنا أزدرد ريقي: لقد مر أكثر من 60 يوماً منذ أن جئنا هنا و... ثم صمتت ونظرت يميناً ويساراً، ثم قالت بجدية كأنها تخبرني سراً حربياً: لم ينزل مني دم كل هذه الفترة، هل يمكن أن أكون حبلى؟ هل عاشرني أحدهم وأنا نائمة؟ كتمت ضحكة كادت أن تفلت مني وتثير غضبها، وحاولت أن أكسو وجهي بأكبر قدر من الجدية، متجاهلاً أنني اكتشفت للتو أن محاربة الفايكنج أنثى لها نفس المخاوف كبقية النساء. كلا، لست حبلى، لقد أخبرونا أنهم حقنوا النساء بهرمونات لمنع الحمل توقف الدم. زمجرت غاضبة وقالت: فسر كلامك أيها الأحمق. فقلت لها محاولا أن أبسط كلامي قدر الإمكان: لقد أعطوا النساء هنا أعشابا توقف الدم وتمنعهن أن يحبلن. اتسعت عيناها في فزع ممزوج بالغضب وقالت: هذا سحر أسود، لماذا يفعلون هذا؟ لم نكن نفعل هذا بالعبيد عندنا. قلت مطمئنا: هذا مؤقت، بمجرد أن يوقفوا إعطاءك العشب سيعود لك الدم ويمكنك أن تحبلي. أمضت الدقائق التالية محاولة التأكد من دقة كلامي، وأنا أشرح لها وأقسم إنها الحقيقة، حتى دق النفير. تلاه صوت صارم يطلب منا الوقوف بانتظام وانتظار المعلم. انتهى الإفطار وبدأ التدريب في قاعة أخرى، لكن الأمر لم يسر على ما يرام. كنا واقفين في صف منتظم، وقد وقف المعلم في مواجهتنا وحوله رجلان وآليون يؤدون دور المساعدين. ما إن بدأ الحديث حتى قطعته إيونا وقد عجزت عن كبح نفسها. سيدي، هل لي في سؤال؟ نظر إليها وقد عقد حاجبيه في صرامة، ثم قال: ليس لك الحق في طرح أسئلة، أنت عبدة. أخذت نفسا عميقا وهي تضم قبضتها في غيظ، وسألته على الرغم من رفضه: أريدكم أن تبطلوا السحر الذي نزع خصوبتي. اتسعت عين الرجل في دهشة وخرجت ضحكة مكتومة من شخص ما، وقال الرجل لها: سحر، ثم أطلق ضحكة عالية. وفجأة ودون أن يتوقع أحد قفزت إيونا نحوه وأمسكته من رقبته وقالت: أمامك حل من اثنين، إما أن تبطل هذا السحر أو ترسل في إحضار بلطتي وتجعل شياطينك يقتلونني وهي في يدي. اضطرب الموقف وأخذ الآليان يدوران حولهما دون أن يقدم أحدهما على فعل شيء. أشار المعلم إشارة بيديه ليتوقفوا، ثم قال: وماذا ستستفيدين لو قتلناك؟ ولماذا تريدين البلطة إن كنت تسلمين بالموت؟ فقالت وهي تضغط رقبته: أريد أن أموت وسلاحي في يدي حتى أذهب إلى قاعة الآلهة بعد أن أموت و... قطعت جملتها حين انقض أحد الآليين عليها
ودون شعور مني أو تفسير أستطيع أن أسوقه لتلك الحماقة، قفزت على الآلي مسقطاً إياه على الأرض. وعندها هجم علي آلي آخر وصرخ المعلم حين أثقلت إيون الضغط على رقبته قبل أن يلمسني الآلي. فوجئت بطريف يهجم علي ويبعده عني بدوره. وعندها أضاءت أنوار ساطعة من سقف القاعة، وانتشر غاز كثيف جعل الدنيا تظلم أمامنا. رواية حكاية جديدة للأندلس. وإن كان ثمة شيء جيد في تلك العبودية، فهو ليس أنني رأيت المستقبل، بل إنني رأيت الماضي. سألته عن اسمه ونسبه، فقال إن اسمه طريف بن المنذر ابن عباد اللخمي. حككت ذقني بيدي المقيدتين، ثم قلت له أنت قلت لي إنك من قرطبة، وأنا سمعت أن بني عباد كانوا في إشبيلية. ابتسم معجبا حين قلت ذلك، وسألني وكيف تعرف هذا؟ فقلت له إنني مغرم بالتاريخ الأندلسي. فقال لي شيء عجيب حقا، حين أسمع أحدا يتكلم عن أيامي كأنها تاريخ. فضحكت وقلت له إنني أيضا تاريخ بالنسبة إلى مستعبدين، فأنا ولدت قبلهم بسبعة قرون. أخذ يعبث بقيده وهو يفكر حائرا في معنى ما يحدث، ثم مط شفتيه وغير الموضوع وسألني طبيب وتعرف أن بني عباد كانوا في إشبيلية؟ قلت لقد كانوا ملوك إشبيلية. اتسعت عينه في دهشة وهو يقول ماذا؟ متى كان ذلك؟ إن حكام إشبيلية هم بنو الحجاج، أم ترك تتكلم عن المستقبل بعد موتي مثلا؟ ارتبكت، قلت إنني لست أدري. ففكر مليا ثم قال أنا ولدت في إشبيلية، ثم التحقت بجيش الحضرة في قرطبة، ولي ابن عم اسمه إسماعيل يدرس في جامع قرطبة. من يدري، ربما يكون أحدنا ذا شأن يوما ما. لم يكن يومها متسع لمزيد من التعارف، حيث قاطعنا دخول الحارس الذي مارس على إيونا طقوس تعذيب أشبه بما كان يحدث في القرون الوسطى، طالبا منها الاعتذار وإعلان الطاعة بعد فترة عناد منها، رغم الآلام الشديدة ورغم توسلاتي أنا إليها لتكف وتعتذر. انهارت إيونا وطلبت من الحارس التوقف، وأعلنت اعتذارها عما فعلت. بعدها التفت إلينا وقال هذه المرة لن تعاقب مثلها، لكن اعلم أنكما ستعانيان أكثر من ذلك بكثير عند أول بادرة من العصيان تظهر من أحدكما. لا أدري من أين جاءت، كأنها نبتت من الهواء وظهرت أمامي وأنا مستلق على فراشي لا أفكر في شيء. كان على وجهها نظرة مستطلعة كقطة تتشمم أكلا قبل أن تتذوق. قالت بصوت هادئ وبلهجة ودودة ماذا تريد مني؟ لم أرد عليها، فقالت ثانية لماذا أنقذتني مرتين؟ رغم أنك هزيل لا يبدو عليك أي عنفوان. بدأت أرد بكلام لا يحمل معنى مترابطا. اقتربت من وجهي فغمرتني رائحتها، لم تكن رائحة عطر ما أو عرق، بل كانت ك
كانت رائحتها شيئا لا أستطيع وصفه، كما لو سألتك ما رائحة الياسمين فترد علي وتقول لي الياسمين وصفه الوحيد هو اسمه. وكانت رائحتها يونا، رائحة تليق بشعرها الذهبي وعينيها الزرقاوين وجسدها الفائر. لم تنتظر ردي وبدأت في ممارسة طقوسها علي كساحر بدائي يتحرك بحركات لا أحد يفهم مغزاها إلا هو، لكنها تعطي ثمارها في نفوس وأجساد من حوله. وقد فعلت طقوسها الأفاعيل في عقلي وجسدي حتى أغمضت عيني مستسلما تماما، ثم فتحتهما فجأة فلم تكن موجودة. صحت بنفسي وأنا أضرب كفي على فخذي بغيظ، لقد كان حلما. ثم انتبهت أكثر متمنيا أن يكون وجودها حلما وأن أجدني في مسكن النواب بالمستشفى، وإذا بي أبصر أم علي تفتح الباب بابتسامتها السخيفة وتقول لي إن ثمة مريض في الاستقبال ضربته سيارة مسرعة ولا بد أن أهرع لفحصه. لكن مع الأسف كان الحلم مقصورا فقط على مشاركة إيونا لي في لحظة رائعة كتلك. كان يوم تدريب جديد في ساحة رملية، سقفها يشبه السماء وتهب ريح خفيفة من أطرافها لتعطي إيحاء أننا في مكان مفتوح في القرن 28. صارت الأماكن المفتوحة من حكاية التاريخ، فقد قضى التلوث والتغيرات المناخية على الطبيعة في الكوكب. كانوا يتكلمون لغة واحدة، برمجونا في البداية على التحدث بها نحن أيضا، وذلك عن طريق جلسات تعدل قشرة المخ المسؤولة عن اللغة واستيعابها. جاء رئيس البرنامج التدريبي بنفسه وحدثنا عن الشركة الكبيرة التي تمتلكنا وتتبع دولتهم المسمى بالمستعمرة الثانية بيتا، كما أنها أكبر مستعمرة بشرية في هذا الزمن بعد المستعمرة الثالثة جاما. قال وهو يختال أمامنا جيئة وذهابا، نحن واقفون كجنود في طابور صباحي. شركتنا لها 5 فروع وأنتم فريق الفرع الخامس الذي أديره أنا، ومن المفترض أن تبدأ المسابقات الداخلية للشركة بعد 2 شهر. الفريق الفائز سيمثل الشركة في المسابقة بين المستعمرات بعد تدعيمه بلاعبين من الفائزين بالمركز 2 ثم 3، وستباع بقية اللاعبين كعبيد للأثرياء لخدماتهم الشخصية. فكرت فيما يحتاج أثرياء هذا الزمن عبيدا بشريين في الخدمة، آليون أكثر كفاءة بالتأكيد. قال وكأنه قد قرأ أفكاري، العبيد والجواري هنا يلبون لمالكيهم حاجة لا يمكن للآلي تلبيتها، الشعور بالهيمنة والسيادة وامتلاك روح حية. بعضهم يستخدم العبد أو الجارية لأغراض جنسية، أو ليشبع رغبته في تعذيب غيره، أو ليشعر بالألفة، أو حتى للتباهي. المهم أن تعرفوا أن الفشل هو مصير أسوأ من الموت في الحلبة، فاللاعب المحظوظ في الفريق المهزوم هو اللاعب الذي يقتل في أثناء مباراة، أما سيء الحظ فهو الذي سيعيش. بدأت التدريبات الحقيقية بعد محاضرته المملة. قسمونا أزواجا، كل واحد من المفكرين الأطباء أو العلماء أو التقنيين مع واحد من المحاربين، كل واحد يدرب الآخر ليكتسب مهارته ليصبح كل واحد منا محاربا ومفكرا في ذات الوقت. لحظي السيء
لم يكن نصيبي في التدريب مع طريف أو إيونا، بل مع محاربة رومانية اسمها دروسيلا. كان منظمي تلك المسابقات يريدون إذلالي وجعلي دوماً مع امرأة أقوى مني بدنياً. بعد أن أخذت وقتاً لأعتاد رؤية إيونا وتقبل فكرة أنها أقوى مني، وأتيحت لي الفرصة مرتين لإنقاذها وأثبت رجولتي في وجودها، وضعوني مع امرأة أخرى أقل حجماً لكنها مفتولة العضلات بشكل يثير الريبة وملامحها خشنة تبعد كل البعد عن الأنوثة، إضافة طبعاً إلى اسمها الذي يذكرني ببكتيريا البروسيلا، فأشعر أنني على وشك الإصابة بحمى كلما رأيتها. كانت اليابانية ساتشي من نصيب طريف كما تمنى، كان يصر أن يسميها المرأة الصينية ويقول إن حظه كان سيئاً حين وقعت معه تلك المرأة. رغم إعجابه بها قال لي بعد أن عرف: كيف سأدرب تلك الصينية على حمل السيف؟ هي كلها أصغر من سيفي. ضحكت وقلت إنها يابانية وهم غير الصينيين ومن أبرع من عرفوا باستخدام السيوف، ثم إنها جميلة بعكس الغوريلا التي ستدربني. فقال مستغربا: ماذا؟ فقلت: الغوريلا قردة ضخمة. وقت الغداء جلست إيونا إلى طاولتي وبدأت في تناول طعامها وهي تنظر إلي كأنها تحاول قراءة أفكاري، ثم قالت: أنت رجل شجاع يا يزيد. ثم سألتني: ما اسم أبيك؟ ماذا تريد هذه المرأة؟ وهل فهمت اسمي أساساً لتسأل عن اسم أبي؟ على أي حال أجبتها قائلاً: اسمه حسين. فقالت: لديك قلب محارب يا يزيد حسين صن، وكنت أود حقاً أن نكون معاً في فريق واحد لأجعلك مقاتلاً صلباً. مططت شفتي في غيظ وقلت لها: وأنا أيضاً كنت أتمنى أن أكون معك. لم أعرف ساعتها إن كان حقيقة أم هلوسة مني، لكنني أقسم إن وجهها أحمر ولو قليلا. الأكيد هو أنها وضعت اسمي في صيغة لغة قومها وتريد أن تجعلني مقاتلا لأليق بمحاربة مثلها. بالتأكيد ابتهج قلبي لتلك الخواطر وأنا أنظر إليها وهي تكمل التهام أقراص الغداء. نظرت ناحية طريف فوجدته يرمقني بنظرة ذات مغزى كأنه يقول لي: هنيئا لك. قالت إيونا بجدية وهي تقوم من أمام الطاولة: لو ضايقتك هذه المرأة أو عاملتك بخشونة فقل لي وسأقطع لك عنقها. ألغت جملتها تلك كل باكة ولدت بداخلي في جلستنا القصيرة بعد أن قالت: أمتلك قلب محارب، تقول لي أنت في حمايتي يا ولد، ولو ضربتك هذه المرأة فتعال إلي وسأمسح دمعك ومخاطك وأقتص لك. غمرني إحساس بالضيق وطغى علي إحساس آخر، نسيت أني مستعبد في زمن غير زمني ولا أمل لي في الرجوع. يبدو أنني اعتدت هذا الوضع وتعايشت معه، لكنني لم أتعايش بعد مع كوني رجلا ضعيفا وسط نساء أقوياء. إن امرأة تعجبني لسبب لا أعلمه قد بدأت تبادلني الإعجاب، لكنها تعتبر نفسها رجلي وليس العكس. أتى طريف إلي وقال: ما لك مغموما؟ تجاهلته، نظرت إلى الساعة ثم قلت له: أمامنا وقتا لنستريح قليلا. طلب مني أن يمضي معي ذلك الوقت فرحبت بشدة. مضينا إلى الغرفة وأخذ يحدثني عن ضيقه مما نحن فيه
وعن فخره بنفسه وبقومه اللخميين وبإحساسه الشديد بالمهانة لما يحدث له. تكلم عن الصلاة والصوم وكيف أنه حين طلب منهم في الحظائر السماح له بالصلاة مهروه وقالوا له أن يمارس الصلاة عند نومه فقط بالمناجاة للرب الذي يؤمن به. وبالطبع ليس في القرن 28 سماء صافية ترى منها الشمس والأهلة بالغيوم وأبخرة ملوثة فقط. ثم قال: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. من كان يصدق أن تختفي الشمس ويحرم على البشر استنشاق الهواء ليعيشوا في أقفاص كتلك؟ أقفاص، كانت الكلمة صادمة، لأنها جاءت من رجل انتقل من القرن 9 إلى القرن 28 دفعة واحدة. رجل كان يشرب من بئر ويقضي حاجته في حفرة ويتحمل القيظ والبرد دون شيء يقيه قسوة أيهما. قد يكون لديه الحق في بعض الأشياء، فحرمان الإنسان من الطبيعة، من البحر والسماء والأنسام العليلة، شيء يبعث على الاكتئاب. لكن من ولدوا هنا لا يعرفون تلك الأشياء ولا يشعرون أنها فقدت، ويظنون أن الهواء الصناعي والسماء التي تتكون من شاشات عملاقة لتحاكي سماء أيامنا تعوض تماماً وتتفوق على الصورة الحقيقية. أخذتني تلك المناقشة الفلسفية مع طريف بعيداً عن كآبة امتهان ذكورتي، وجعلتني أشاركه أفكاره، لكنه عدل مسار النقاش وفجأة قال: أريدك غداً أن تجلس معي لتحكي لي بالتفصيل عما سيحدث في الأيام التي أتت بعد عهدي. كيف ستكون الأندلس؟ كيف سيكون المشرق؟ لكن الآن أريدك أن تخبرني عما ستفعله مع المرأة الصينية. أطرقت برأسي مفكرا ثم قلت: أظن أنها ستبدأ بتعليمك كيفية التعامل مع الشاشات والبرامج. فقال محتدا: كلمني بلغة أفهمها. فقلت له: الشاشات هي تلك الأسطح اللامعة التي تعرض الصور، والبرامج هي طرق عملها. فسأل متعجبا: وهل سأتعلم هذا في ساعات قليلة؟ إنني أحتاج إلى قرن على الأقل. شرحت له أن الموضوع بسيط، وأن الشاشة تعرض له الأوامر وهو يمسها أو يتكلم إليها فتنفذ ما يريد، ثم إن هذه هي البداية، فالصعب هو التالي. ستظهر لك مسائل، أقصد ألغازا وأحاجية، ستساعدك هي في حلها أولا، ثم ستعتادها أنت بعد ذلك. من عيوب الشهيرة أنني قليل الصبر على تعليم أي شخص، يعرف ذلك الأطباء الأصغر مني، فتجنبون دخول الجراحات معي لأنني لا أشرح لهم أي خطوة مما أقوم به. وإن سألني أحدهم أرد عليه بتعجل، وإن كرر سؤاله أنهره بقسوة. مارست نفس السلوك حين بدأت أعلم دروسي التعامل مع الأجهزة، ولم أراعي أنها امرأة جاءت من زمن سحيق. الفارق في هذه الحالة أن المرأة أخذت حقها كاملا مني وقست علي في التدريب حين جاء دورها لتدريبي بطريقة جعلتني أكاد أبكي. كانت تدربني بسيف خشبي، وكانت تضربني به بعنف مؤلم، ثم توبخني على بطئي في استجابتي للتعلم، وتحملني مسؤولية الألم الذي أشعر به. ألقت بعضا من تلك التعليمات التي تشعر أنك تعرفها لكن لا تستطيع أن تطبقها. كثيرا ما كانت تطلب مني ألا أتوتر، وأن أكون تلقائيا، أن أستجيب بسرعة إلى آخر ذلك الهراء. بالطبع لم أستطع الالتزام بتلك التعليمات بسهولة، فكررت ضرباتها لي وأنا أئن من الألم مع كل ضربة.
حدث ما كنت أخشاه. كانت يونا بالقرب منا وانتبهت لأناتي المتكررة، فجاءت تسأل عما يحدث وهي تنظر إلى دروسيلا شزرا. قلت لها بحزم: لا شأن لك بهذا، اهتمي بعملك ودعيها تقم بعملها. عقدت حاجبيها كأنها تحاول فهم ما قلته للتو، ثم ابتسمت باستهانة وتركتني بعد أن قالت: كما تحب، لكن لا تصدر أصواتا كتلك، فأنت لست طفلا. عدت للانتباه مع معلمتي ثانية، وقد زاد عزمي على مواجهتها وتحمل قسوتها المتعمدة. حاولت أن أستجمع رجولتي كلها وأستنفر كل كرهي لتلك المهانة. قلت لنفسي: آه لو كانت إحدى زميلاتي اللواتي لا أكف عن السخرية منهن هنا ورأت ما يفعله النساء بي، كنت سأسمع وصلات من السخرية لا تطاق. حين تعبت من ضرباتها قلت لنفسي: اعتبرها ذلك الجراح الثقيل الذي يسيء معاملتك مدعيا أنها الطريقة الوحيدة لتعليمك، اعتبرها أستاذا لا تتحرج من إظهار الخضوع له، ما المشكلة؟ وطنت نفسي على تلك الفكرة، وكان السبيل الوحيد للتركيز معها وبداية الحصول على نتائج من تدريبها في الساعة الأخيرة من التدريب. صرفت ذهني عن كل شيء وتخيلتني في غرفة العمليات أستأصل جزءا من القولون تحت إشراف الدكتور عوض الأصلع الثقيل الظل السيء الخلق. وفوجئت حين انتهى وقت التدريب، اكتشفت أنها لم تكن تتعمد إيذائي رغم كل شيء. فبعد التدريب ربطت على كتفي بقوة ثم شدتني إليها كما تفعل مع أخيك الصغير، ثم قالت: أحسنت اليوم، لكن لا تنتظر مني تهاونا غدا، ستكون الضربات موجعة. ثم أطلقت ضحكة واستمرت في طريقها غير عابئة بالنظرات الحانقة التي أنظرها إليها. أخيرا استلقيت على فراشي وأنا أفكر في احتمالية أن المحاربات الإناث ينجذبن إلي، ولا أستبعد أن أرى دروسيلا تحاول التقرب إلي في الأيام القادمة. لو قارنت بين المرأتين فإن إيونا أجمل بلا شك، وبيننا تاريخ بشكل أو بآخر. أما دروسيلا فأشعر أن فيها شيئا مختلفا، فبعد أن أوسعتني ضربا عاملتني بود، ثم اقتربت مني وربتت علي كأنها تعتذر أو تحاول أن تظل العلاقة بيننا طيبة. كان تفكيري قاصرا، كنت أقيس بسذاجة مشاعر نساء من قرون بعيدة من نساء اللواتي عرفتهن. كان هذا يحدث لي كثيرا أن أرى تودد النساء إلي بشكل غير مبرر، وغالبا ما أقابله بتودد محدود جدا لا يجعل المرأة تبتعد عني ولا يجعلها تأملني كثيرا. كان يحدث لي ذلك منذ كنت طالبا في الثانوية. كنت ذا جسد رياضي رغم أنه يبدو مثيرا للشفقة إذا قارنتني بمن هنا. كنت مجتهدا في دراستي، متحدثا لبقا في الجامعة. كنت أرى زميلات لي يحاولن التقرب مني بحجة السؤال عن أشياء تخص الدراسة باعتبار أنني من المتفوقين، لكنني كنت أقرأ ما بين السطور. واستمر الأمر بعد تخرجي على نطاق أوسع، ممرضات وطبيبات وموظفات، وأنا أمام كل تلك المغريات ثابت الجأش، لا أسمح لنفسي بالانسياق خلف تلك العواطف. أبي كان السبب في ذلك، فهو من حذرني من الانسياق خلف الحب والعواطف، ينبهني دوما إلى خطورة ذلك على طالب مثلي، وأنني لا ينبغي أن أفكر في أي امرأة قبل أن أصير طبيبا وأنهي الماجستير. كنت ولده الذكر الوحيد،
كنت أحبه كثيرا، وكان مثلي الأعلى في كل شيء. كان عالما كبيرا، أستاذا في كلية العلوم، يشار إليه بالبنان داخل مصر وخارجها. وكان زوجا مثاليا وأبا حنونا، رغم صرامته الشديدة والحدود الكثيرة التي كان يضعها حولي أنا وأختي. كان يعرف كل شيء، كان ظلا للإله ووريثا لنبي، ولذا كانت نصائحه لي عن النساء قانونا مكتوبا. كنت أختلف مع بعض آرائه، خصوصا حين كبرت، لكنني لم أنكر أن نظرته للحياة عميقة جدا، لدرجة تجعلني أقدس نصائحه فيها. حسنا، كنت في هذا الموقف لا طالبا ولا طبيبا، كنت مجرد مستعبد لا مهم لدي سوى تنفيذ أوامر من استعبدوني مهما بدت سخيفة. يحق لي إذن أن أدخل في علاقة مع امرأة دون الخوف من أن تلهيني عن مستقبلي. فلم يعد لدي مستقبل ولا خوف من الوقوع في الخطيئة، فأنا عبد، ولا بد أن قوانين الخطيئة مخففة في حق العبيد. الخوف فقط أن يكون إعجابهن بي من صنع خيالي، كما كان يقول الأحمق هاشم زميلي. كان يدعي دوما أن كل امرأة حكيت له عن إعجابها بي ليست كذلك، وأنها تعامل الجميع كما تعاملني. دار مقبض الباب ووجدت إيونا تطل منه، تدخل غرفتي، تغلق الباب خلفها. ساعتها قلت لنفسي إن الوقت قد حان للدخول في أول علاقة كاملة، وأن هذه المرأة ستفعلها معي دون أي تعقيدات كتلك التي تفرضها النساء في زمني. لم يدم ابتهاجي وتخيلي طويلا، فقد قطعته حين تحدثت بغضب معي وقالت: لماذا انفعلت حين حاولت مساعدتك؟ نظرت إليها متحديا وأجبت: لم أطلب مساعدتك. رفعت حاجبيها بدهشة وقالت: كانت تضربك بعنف وكنت على وشك السقوط. فقلت: لكنني لم أسقط، ولو سقطت فأنا أقوم دون مساعدة من أحد. نظرت إلي مليا كأنها تصبر أفكاري. لم يكن الأمر يحتاج إلى كثير من الفهم لتدرك أنني كرجل لا أقبل الحماية من امرأة. وأظن أنهم في زمن الفايكنج كانوا يعيشون بقواعد كتلك. وأخيرا قالت: أنت غاضب لأنني امرأة، لو ساعدك صديقك الذكر لما غضبت. الذكر، يا لها من امرأة حمقاء، لكنها أصابت الحقيقة. لا يمكن للرجل منا أن يمارس ذكورته على امرأة وهو يراها تعامله كطفل يحتاج إلى حمايتها. بعد لحظة صمت قالت: أنا أحارب بين الرجال، أنا ونساء أخريات، ونقتل من أعدائنا كثيرا، ونحمي الرجال في الليل أحيانا حين نتولى نحن الحراسة. ومع ذلك أخذت نفسا عميقا، ثم اقتربت مني وهي تنظر إلي بتحد: لا يبصر أحدهم في المرأة سوى أنها مطية يقضي بها شهوته حتى وهي محاربة يمكنها قتله. حين كنا نغير على قرية كان همهم الأول جذب النساء من شعورهن وتعريتهن والاستمتاع بهن وهن يصرخن. ذات مرة دخلت بيتا أنا ومحارب آخر، كان يبدو أنه بيت غني فيه ذهب وحلي كثيرة. فتشنا في كل مكان، وحين فتح أحد الصناديق وجد امرأة مختبئة فيه، فأخرجها بعنف وطرحها على الأرض وهي تصرخ، وأنا أطلب منه أن يتركها ويكمل معي البحث عن الذهب، لكنه لم يسمع كلامي. لا أعرف كيف واتت المرأة الشجاعة، لكنها استطاعت ضربه في وجهه بقطعة حديد، فتراجع غير مصدق وهو يتأوه. نظرت الفتاة نحوي كأنها تخشى من تدخلي لحماية رفيقي، لكنني وقفت جامدة لم أتحرك. وحين هجم عليها ثانية ضربته بعنف أكثر مرة تلو الأخرى بالحديدة على رأسه.
حتى مات بين يديها. بعد أن قتلته تركتها تختبئ ثانية وجررت جثته، وقلت لقائدنا إن أحدهم قتله وهرب دون أن أدركه. كنت أتابعها مأخوذاً وهي تحكي عن هذا العنف، وأن الذي فكرت أن أبهرها بالمرة التي استطعت فيها استئصال غدة درقية فيها ورم ملتصق بالحنجرة دون أن أصيب أعصاب الكلام عند المريض. بصقت في الأرض بعد أن أنهت قصتها وقالت: هذا محارب مات دون أن يكون ممسكاً بسيفه، مات ميتة غير شريفة لا تؤهله للعبور إلى قاعة الآلهة، وسيبقى في الظلام دوماً. هززت رأسي متفهماً، وأنا أريد أن أسألها: ما التالي؟ لقد تحدثنا كثيراً، ألا يفترض بها أن تفعل كما رأيت في الحلم؟ لكن الملعونة قامت وقالت: سأتركك لتستريح، لكن اعلم أنني لم أقصد أن أنتقص من رجولتك، بل قصدت فقط حمايتك. ولا ينتقص من الرجل أن تحميه امرأة إن كانت قادرة على ذلك. ثم تركتني وحيداً في الغرفة أضرب أخماساً في أسداس. منحونا يوماً ترفيهياً بعد أسبوعين من التدريب، وأخذونا إلى حديقة وسطها حوض للسباحة، على جانبيها مبنيان صغيران من طابق واحد. كان المكان أشبه كثيراً بناد قاهري صغير في أيامي. كنت واقفاً أمام حوض السباحة حين أقبلت إيونا علي بعد أن بدلت ملابسها وارتدت زي سباحة يصف أكثر مما يكشف. كان جسدها ممشوقاً مرسوماً كأنها إحدى فتيات الصور الدعائية التي عولجت لتبرزها بأجمل شكل. كان الزي ملتصقاً بجسدها يبرز شموخ نهديها وسمو عجيزتها ونحافة بطنها. وضعت يدها على كتفي وهي تقول: ألن تنزل الماء أم إنك لا تعرف السباحة؟ لم أستطع الرد، وابتلعت ريقي وأنا أختلس النظر لمفاتنها، ثم قلت بصوت مكتوم: أنني سأذهب لأبدل ملابسي أنا الآخر. قابلت طريف عند غرفة الملابس، كان يبدو مغموماً ولم يغير ملابسه، فبقي بزي التدريب القطني الذي نلبسه في يومنا العادي. سألته عن السبب فأخذ بيدي وأجلسني على مقعد وجلس جواري، ثم قال بصوت خفيض: هل أنت راض عن حياة العبيد تلك؟ لم أجب، فصمت وقال ثانية: إن وجودنا في تلك الحديقة وهذه البركة والنساء معنا تشعرني بأننا مثل حريم الخليفة، ووجودنا في ذلك التدريب يشعرني أننا مثل الكلاب التي يربونها لتصارع بعضها لتسلية الناس. صمت قليلا ثم عاد على أسماعي ما قاله من قبل عن عزة قومه وأنهم من بيت فخر لا يقبلون الضيم، ثم قال: كنت في إشبيلية حتى بلغت 20، انضممت إلى الجيش منذ سن 17، وفي 3 سنوات قاتلت أكثر من مرة، قتلت بسيفي 14 رجلا، ثم أرسلوني لألتحق بجيش الحضرة في قرطبة أنا ونفر من قومي، وبقيت 5 سنوات لم أخرج في قتال، حتى حين خرج الخليفة المستنصر بجيشه للشمال وأخذ قسماً كبيراً من جيشنا، لم أكن ممن خرجوا معه. كنت أشعر بالضيق وبأنني أرعى كما ترعى الإبل، لا فائدة لي بعد أن كان حلمي أن أصير قائداً يكتب الرواة في سيرات الكتب. لم أكن أعلم أنه سيأتي علي يوم أصير عبداً مأموراً لا أفعل شيئاً غير التدريب لكي أسلي سادتي. أليس الموت خيراً من هذا؟ تنهدت وأنا بدوري أتذكر حالي، ثم قلت مهوناً عليه: وما الفائدة يا طريف في تذكر الماضي وأحلامك الضائعة؟ نظر إلي مستهجناً فقلت له: أنصحه بقبول الأمر الواقع، إنك لست مخطوفاً في بلد آخر، أنت في زمن آخر،
لا سبيل للرجوع. قلت إن وجودنا أمر واقع لا مفر منه وعلينا أن نتعايش معه. فقال مغاضبا: كيف تريدني أن أرضى عمن استعبدوني؟ فنفيت أنني أطلب منه ذلك، بل طلبت منه أن يكرههم كما يشاء، ولكن عليه اللعب بقواعدهم. ثم قلت: هناك عبيد عبر التاريخ صاروا ملوكا. سألني باهتمام عن ذلك، فطلبت منه راجيا أن ننزل الماء قليلا ثم أحكي له ما يريد. فقال: أنت وعدتني أن تقص علي تاريخ الأندلس بعد زمني ولم تفعل. فقلت على عجل: المماليك عندنا في مصر كانوا عبيدا مستجلبين، حكموا بلادنا مئات السنين وسموا أنفسهم سلاطينا. نظر إلي من أعلى إلى أسفل كأنه يرى ما قلته سبة في حق بلدي، وقال: وكيف رضيتم بذلك؟ فقلت ضاحكا: أنا لم أرضى بشيء، هذا كان قبل مولدي بثمانية قرون تقريبا، ثم إن آخر ممالك الأندلس استنجدت بهؤلاء المماليك لنجدتها. خاطبهم الأندلسيون بصفتهم سلاطين المسلمين. فتح فمه ليسأل سؤالا آخر، لكنني لم أمهل. جريت سريعا لأقفز في الماء، فقام يجري خلفي ووقف على حافة البركة وقال شيئا عن خفة عقلي ثم انصرف. في الحقيقة لم يكن ينقصني الهم، وبدلا من أن أقضي الساعات القادمة أرثي له تاريخنا، قررت أن أمضيها لاهيا في الماء لعلي أحظى من إيونا بأي شيء في حوض السباحة. حاولت أن أسابقها دون جدوى، فكانت تسبح كالدلافين. حين انتهينا وقفنا في الماء وجوهنا متقابلة، كانت الشمس أو ما يجعلونه يبدو كالشمس تنعكس على شعرها الذهبي وعلى نقاط الماء المتناثرة على وجهها، وكانت تنظر إلي مبتسمة. قلت لنفسي إن هذه هي اللحظة المناسبة لقبلة بيننا، لولا أنني لم أكن أعرف إن كان الفايكنج يقبلون مثلنا أم لا. جاءت إجابة سؤالي سريعا حين طبعت قبلة على شفتي، دامت أقل من ثانية لكنها كانت كافية لتعطيني شعورا لم أعهده من قبل. في الأسابيع الخمسة التالية أدخلوا في تدريباتنا حصصا تعليمية ومحاضرات عن التاريخ، قللت الفارق بين أفكارنا وساهمت في التقارب بيني وبين إيونا. زاد تجاذبنا أكثر وتبادلنا كثيرا قبلات تطول أو تقصر، وكلما اختلينا معا في مكان ظننت أنها اللحظة المناسبة للمضي أكثر، لكنها كانت تهرب. كان ذلك يثير جنوني ويجعلني أفكر في العيب الذي يمنعها من ممارسة علاقة معي، وسألت نفسي كثيرا: هل كانت ستتصرف بذات الطريقة إن كنت أحد هؤلاء المحاربين الضخام؟ في الأسبوع السادس بدأ نوع خاص من التدريب لي، وهو تدريب طبي. كان مدربي آليا، أخذ وقتا في البداية ليشرح طريقة عمل الطبيب في زمانهم وكبسولات النانو التي ترتق الأنسجة وتذيب الجلطات وغيرها. وضع أمامي طاولة عليها جسد ظننته في البداية جثة بشرية، لكن اتضح أنه دمية متقنة جدا داخليا وخارجيا. بدأ يشرح الشق الجراحي أولا وكيفية التعامل مع الإصابات في أجزاء الجسم المختلفة، وكانت الكبسولات النانونية هي الأساس في كل شيء. قال إنها مبرمجة على التوجه نحو نوع الجروح أو المرض المخصصة له، كان اسمها كبسولات لأنها تشبه الكبسولات لو رأيتها تحت المجهر، لكن حين تمسكها بيدك تبدو كمسحوق ناعم. كل يوم كان يضع أمامي جسداً به نوعا من الإصابة ويدربني على كيفية التعامل معه وترتيب أولوياتي في علاجه.
قال إن الحبيبات مذهلة فعلا، لكنها تحتاج إلى دقة في استخدامها وسرعة في التصرف. في يوم الراحة بعد نهاية الأسبوع الثاني من تلك التدريبات الطبية، قضينا وقتا جميلا أنا وأيونا، وكان طريف يظهر أمامي في أوقات متقطعة ومعه ساتشي، وبدأ أنهما منسجمين مثلنا أو أكثر. في نهاية اليوم كنا في غرفتها، وسألتني عن شعوري نحو الأخريات الموجودات معنا في التدريبات. أقسمت لها إن شعوري مع أي امرأة لا يماثل من قريب أو بعيد شعوري حين أكون معها. فسألتني بغتة: كم كان عدد النساء في حياتك قبل أن تأتي إلى هنا؟ هل تركت امرأة خلفك في زمنك؟ أثار سؤالها ضحكة صاخبة مني، ظلت أضحك حتى دمعت عيناي وهي تنظر إلي بضيق، كاد ينقلب غضبا لولا أني توقفت وقلت: أنت أول امرأة ألمسها. فقالت غير مصدقة: أنت كاذب. فأقسمت لها على قولي، وأفهمتها أن العلاقة بين الرجل والمرأة في وطني لا تتم في العادة دون زواج. فقالت: لكن لماذا لم تتزوج حتى وصلت إلى هذه السن؟ الموضوع ليس بمثل هذه البساطة، لابد أن أكمل تدريبي كجراح أولاً ثم أهتم بالمرأة والأولاد. الزواج عندنا به تعقيدات كثيرة. ابتسمت هزئة وهي تؤكد أن الزواج رجل وامرأة يتخذان بيتاً واحداً هكذا ببساطة، ثم قالت: مر في حياتي أكثر من رجل نويت الزواج من واحد لكنه قتل قبل أن نعيش معاً. كادت تحكي عن قصة زوجها وموته، لكني قاطعتها بنفاذ صبر، وقد استحرت في صدري نيران رغبتي فيها، وقلت: يونا، لماذا تتجنبين أن تعلمين؟ لماذا لا نفعل ما يفعله أي رجل مع امرأة؟ قطبت جبينها ثم سألتني بجدية وهي تشير إلى أسفل جسدها: تريد هذا؟ امتقع وجهي. فكرت في الرد المناسب الذي لا يجعلني واغدا من ناحية ولا يجعلني جبانا من ناحية أخرى، فقالت: أنا أعرف أنك تريده. صمت ولم أرد. قالت وهي تنظر في عيني: يزيد حسين سون، أنا أريدك أن تحصل عليه أكثر مما تظن. صمتت ثم قبلتني بقوة، ثم أبعدت وجهها وقالت: لكنني لا أستطيع. قلت لنفسي إنني أكثر الرجال خيبة في هذه الدنيا، أمامي امرأة رائعة الجمال معجبة بي تقبلني بداع وبدون داع، تغار علي وعلى استعدادي لحمايتي من أي شخص، لكن لا يبدو أنها لا ترى بقية الصورة أو أنها تريد وضعي في موضع آخر غير أن أكون رجلها. سألتها: هل تخشين غضب آلهتك من إقامة علاقة معي؟ قالت: آلهتنا لا تشغل بالها بما يفعله الرجال والنساء معا. فسألت: بما تشغل بالها إذن؟ ارتبكت ولم تجب. فسألتها: ما الذي يمنعك؟ فقالت: أخشى أن أكون مسحورة. قالتها بجدية: امرأة تشكو من سرطان في الرحم مثلا، أو تخشى أن تكتسب مرضا خطيرا مني؟ جديتها منعتني السخرية مما قالت، وجعلتني أدرك أن ما طبع في عقلها طيلة العمر من الإيمان بآلهة الخير والشر والوحوش الخفية لا يمكن تغييره لمجرد أنها تعلمت بعض المهارات واستمعت إلى محاضرات عن تاريخ العالم. استجمعت كل ما أمتلك من منطق وقدرة على الإقناع وسألتها: أولاً لماذا تقولين إنك مسحورة؟ نظرت إلي ولوحت بذراعها كأنها ملت غبائي وقالت: لقد قلت لك من قبل، لقد جفت خصوبتي، وهذا لا يكون إلا بالسحر. أخذت نفساً عميقاً
وقلت لها: ألم تري شخصا محموما من قبل؟ فقالت: بلى، كان المعالج يعطيه أعشابا وتذهب الحمى. فقلت: لماذا؟ نظرت إلي غير متفهمة، فقلت لها: لماذا تذهب الحمى؟ ماذا تفعل الأعشاب بالمريض؟ اعتبرت سؤالي غير منطقي، لكنني شرحت لها آلية الحمى وكيف ترتفع حرارة الجسم وكيف تنخفض، ثم شرحت لها بعد ذلك لماذا ينزل الدم منها كل شهر ولماذا ينقطع. كان شرحي بسيطا مستفيضا، فابتهجت حين بدا عليها الفهم، لكنها قالت في النهاية: ألا يمكن أن يكون كل ما تقوله هراء؟ كيف أدرك الحقيقة فيما تقول؟ أنا أستطيع أن أفهم أن ما بي مجرد سحر، لكن القصة الطويلة التي حكيتها أقرب إلى الخيال. كدت أطلق صيحة معترضة، لكنني أمسكت أعصابي في اللحظة الأخيرة وقلت: لو أنني جئت لك بشاشة من الموجودة هنا في زمانك، أفلن تظنيه سحراً؟ أمسكت وجهها في يأس وزفرت بضيق، ثم قالت: أنا أشعر أن كل ما يحدث لي هو سحر قوي، وأنك مجرد هلوسة. أنت أجمل من الحقيقة يا يزيد حسين سون. ابتسمت وقد خفق قلبي لتلك الجملة، وشعرت أنها تحبني حقا، لكنها مرتبكة جدا. أكملت قائلة: أول مرة أبحرت فيها مع إليار الأولف نحو فرانكيا شعرت بارتباك وبأنني أنطلق نحو المجهول، لكنه شعور لا يقارن بما أنا فيه الآن. حين نزلنا الساحل في أرض غريبة كنت مضطربة أول الأمر، لكن ما إن بدأنا القتال حتى نسيت كل هذا القلق. العدو الذي أراه بعيني لا أخافه حتى وإن كان عملاقاً ضخماً، أما أن أجد نفسي في مكان آخر مسحور بالكامل، كل ما فيه غريب، لا أملك إلا الخوف. هل أخبرتك أنني استعبدت من قبل؟ هززت رأسي نافياً، ثم كانت فكرة الاستعباد جديدة علي بالكامل. لقد جرؤ كبير قريتنا على تحدي ليير الأولف، فغزا قريتنا برجاله واقتادونا معهم عبيداً، وكان الرجل الذي استعبدني لا يكتفي بمضاجعتي، بل كان يضربني في أثنائها وبعدها بقوة، حتى صارعته في مرة ففلقت رأسه نصفين ببلطته هو. ابتلعت ريقي، أنا أتخيل المنظر، وهي تكمل: وقفت أمام ليار الأدافع عن نفسي، وأريته ما كان يفعله بي حين قتلته، فعفى عني ودفع 50 قطعة من الفضة لشقيق القتيل، وجعلني محاربة بين رجاله. صمت ولم أتكلم، قد أخذت فكرة جيدة عما يمكن أن يحدث لي إذا حولت معها عنوة. أنا أخبرك بهذا لأقول لك إنني امرأة قوية وشجاعة، لا أخاف شيئاً، لكن كل ما حولي غريب. أمسكت يدها وقلت: أنا حقيقة أقسم لك، هل سمعت عن مصر من قبل؟ هل سمعت عن معالج يفتح بطون الناس ليصلح أحشاءهم؟ ابتسمت وهي تهز رأسها نافية، ثم قالت: أخشى أن ينتقل السحر إليك، أنا أخاف عليك. كدت ألطم ساعتها وأقول إنني على استعداد لأن أتحمل لعنة أسوأ ساحر في التاريخ كي أنالها، لكنني قلت: لا تخشي شيئا، ليس في الأمر سحر. قالت: ما زلت خائفة. فقلت: لو جاء أودين بنفسه ووضع لعنة على جسدك فلن أتخلى عنك. رفعت حاجبيها في دهشة قائلة: حقا؟ فأقسمت إنني جاد فيما أقول، وكنت كذلك. احتضنتني بقوة، ثم أخذتني معها إلى ملكوتها المملوء سحرا بالفعل، سحرا هزني وزلزل كل خلية في جسدي لأول مرة. بعد 3 أشهر من التدريبات والدروس والتجارب
والتمارين الرياضية والذهنية. خضنا عدة مباريات انتهت بفوزنا وبموت بعض من أفراد فريقنا. ذات صباح استيقظنا في مبنى غريب مختلف تماما، كأنهم نقلونا إليه أثناء نومنا. لم يكن في المبنى غير طريف وساتشي وأنا وإيونا. قالوا إنهم عزلونا نحن الأربعة لأنهم يجهزوننا لمهمة كبرى. كان المدير بنفسه، كان خمسينيا، أشيب الرأس، متوسط القامة، ملامحه أقرب لأناس أيامنا، وهو أول شخص أراه هنا. أشعر أن ملامحه طبيعية غير مفتعلة. أخذ يحاضرنا بنفسه عن السفر عبر الزمن، وأنه يمكنهم فقط الذهاب إلى الماضي وليس إلى المستقبل، وهي فكرة كانت غريبة علي في بادئ الأمر، فقد سافرت أنا إلى المستقبل وكل هؤلاء المختطفين معي. وضح الرجل فكرته ثم قال: إن السفر إلى الماضي للحظة الأولى من السفر فهو يبدأ من القرن 28، يمكنه الذهاب إلى ما قبل الميلاد والعودة، لكنه لا يستطيع الذهاب إلى الأمام ساعة واحدة. سأل السؤال الشهير لكل من يتكلم عن السفر عبر الزمن: لو ذهبت إلى الماضي وتسببت في موت أبي وهو طفل، فهل سأختفي من الوجود؟ كانت الإجابة المباشرة: نعم، وقد أجبتها، لكن طريف قال لا. وكانت إجابته هي الصحيحة، فقد كان يفسر الأمر بالقواعد التي تشرح أمامه دون أن يتأثر مثلي بأفلام الخيال العلمي. قال المدير: الشخص المسافر عبر الزمن لا يتأثر بالتغيير، لأن المستقبل صار ماضياً بالنسبة إليه. فلو أن زيداً مثلاً عاد إلى الماضي وقتل أباه قبل أن يلجبه، فلن يختفي زيد، لكن إخوته سوف يختفون. فقلت له: لماذا؟ لقد اختفى سبب وجود زيد بموت أبي. فقال: نعم، لكن زيداً خرج من تيار الأحداث حين غادر نهر الزمن الطبيعي، فلا تنطبق عليه تلك القاعدة. فقالت ساتشي مكملة: لأنه لو اختفى فلن يوجد ليقتل أباه، وتكون حلقة مفرغة. أمن الرجل على كلامها فسألت: وهل جربتم تلك القاعدة؟ فقال: كلا بالطبع، لا أحد يجرؤ على تغيير شيء في مجرى الزمن، لكن العلماء أثبتوها فيزيائيا بطرق معقدة. لم أقتنع بكلامه وقلت: إن اختطافهم لنا تغيير في مجرى الزمن مهما افترضوا العكس. أنا مثلا جراح، تأثيري لا يتوقف فقط على إنجاب طفل بل يتعدى ذلك، فقد أنقذ حياة إنسان لا ينقذه غيري، وقد أتسبب في وفاة مريض لو عالجه غيري لأنقذه. وكأن الرجل كان يقرأ أفكاري فقال: أنتم مثلا كل واحد منكم اختطف في لحظة زمنية سبقت وفاته بدقائق معدودة، ومن ثم لن يتأثر أحد باختفائه. فانقبض قلبي لكلامه، وقد تذكرت أنهم أخبروني بذلك. ثم أكمل الرجل: الإتيان بكم هنا كان إنقاذاً لحياتكم، فكل واحد انتهت حياته في زمنه بالفعل، وها أنتم هنا متسابقون فائزون تعيشون في جنة القرن 28. فقلت: ولم لا يكون هذا قدرنا، أن ننقذ من الموت بدلاً من تركنا نموت؟ أعطانا استراحة قصيرة ثم اجتمع بنا وأخبرنا أننا سنلعب لعبة بسيطة، وهي لعبة ماذا لو. ثم بدأ يختار فترات من التاريخ ويجري فيها تغييرا افتراضيا، ويسألنا عما سيحدث لاحقا. مثلا: ماذا لو لم يولد الإسكندر الأكبر؟ وكانت الإجابات تفترض قصصا كثيرة عما قد يحدث. ثم سؤال آخر: ماذا لو عاش حتى أكمل 60
وأسس سلالة حاكمة قوية، وكانت الإجابة أن هذا سيحدث تغييراً أعمق بكثير. ثم دارت عجلة الأسئلة في مختلف الأزمنة. ماذا لو لم يقتل أرشيدوق النمسا؟ هل كان العالم سيتجنب الحرب العالمية الأولى؟ أغلبنا قال إنها لم تكن لتحدث، لكنه أجرى لنا محاكاة تاريخية ابتكرها الذكاء الاصطناعي، وفرض عدة سيناريوهات كلها انتهت بقيام الحرب بنفس تحالفاتها. وكان تعليقه بعد ذلك إن حادثة القتل كانت القشة التي قسمت ظهر البعير، وهكذا. ثم ماذا لو استمرت الأندلس وتوسعت لتضم شبه الجزيرة الأيبيرية وعاصرت قيام عصر النهضة وهي دولة قوية؟ وكان السؤال موجها إلي وإلى طريف، وابتسمت رغما عني، فتلك الفكرة جالت كثيرا برؤوس العرب والمسلمين في كل زمن بعد سقوط الأندلس. بل قيل لي إنها جالت في خواطر غربيين تمنوا لو أن الأندلس في عز بهائها استمرت ولم تختفي. قيل أكثر من إجابة، لكن أبرزها جاء على لسان ساتشي حين قالت: لم يكن كولومبوس ليكتشف أمريكا، ولم يكن الأوروبيون ليغزوها ويقضوا على الهنود الحمر. انتهت المحاضرة. وجاء اليوم التالي، ونحن جميعا نشعر بشيء غريب. فالحديث المطول معنا عن السفر عبر الزمن وتغيير الزمن، ثم لعبة ماذا لو، كل هذا كان ينبئ بشيء غامض لا يمكن تفسيره بموضوع المسابقات، إلا إذا كانوا ينوون نقل المسابقات للماضي، وكل فريق يختار حدثا يغير به التاريخ، وهي فكرة بلهاء لا يمكن تصورها. ثم إن فكرة عزلنا نحن الأربعة، ثم يأتي المدير بنفسه ويشترك معنا في ذلك الحوار المطول، ويعدنا بيوم آخر من ذلك التحاور، أمر أكثر إثارة للفضول. حين اجتمع بنا ثانية سأل سؤالا مكملا لما انتهى إليه في اليوم السابق قائلا: لو أردت أن تبقى الأندلس فماذا يمكن أن تفعل؟ فأجبت أنا ببساطة: أخذ كمية مناسبة من المدافع الرشاشة والقنابل وأعطيها لجيش غرناطة فيهزم القشتاليين ويتوسع شمالا بعد ذلك. فقال لي: أنت بهذا تمزق التاريخ، لا تغيره، ولا يمكن أن تخلق سلاحا كهذا في زمن قديم، كما لا يمكنك أن تعطي شخصا في هذا الزمن مضادا حيويا. سكت، وقد بدأت شكوكي تزيد. هو لا يريد تغيير التاريخ بأسلحة مستقبلية، فهو إذن يريد تغييره، وليس الأمر مجرد لعبة ذهنية. قالت إيونا: نذهب قبل الحرب بعشرة أعوام ونجهز جيشا قويا، ندرب الرجال والنساء على المبارزة والقتال، ثم نخرج لأعدائهم فنغزوهم. استمرت الإجابات وطريف صامت، رغم أنه الأندلسي الوحيد بيننا. وفي النهاية سأله المدير فرد قائلا: لتستمر الأندلس يجب أن يتغير التاريخ من قبل غرناطة بكثير، يجب أن تستمر الخلافة الأموية، ولكي تستمر يجب قتل من قضى عليها، وهو محمد بن أبي عامر. قال المدير وقد أعجبه كلام طريف: رأيك فيه جزء صحيح، وهو أنك إذا أردت استمرار الأندلس فلا بد أن تتدخل مبكرا جدا، لكن ابن أبي عامر كان رجلا عظيما وأفاد الأندلس كثيرا. لكنه قضى عليها، قضى عليها حين قضى على الشيء الوحيد الذي يجمع أهلها من مختلف الأجناس، وهو الالتفاف حول الخلافة الأموية. الأمويين لم يكونوا ملائكة، وكانت تقوم عليهم ثورات كثيرة، لكنهم حافظوا على دولتهم واحدة، وهذا هو المهم. دار النقاش بينهما حول تلك النقطة، ونحن فقط نتابعهما.
ثم وصل في النهاية إلى أن الأندلس فعلاً كان يمكن أن تبقى لو استمرت خلافة الأمويين على الأقل قرنين بعد تاريخ سقوطها، وأن وجود ابن أبي عامر له فوائد مهمة في نفس الوقت. وبعد أن توقف عن نقاش طريف قال: ستأخذون استراحة قصيرة، ثم بعدها سأعيد عليكم حكاية محمد بن أبي عامر ودوره في تاريخ الأندلس. في اللقاء التالي قال المدير: الحكاية أن الأندلس كانت دولة موحدة يحكمها رجل واحد من بني أمية، كانت في عز قوتها دولة عظيمة تطلب الدول ودها، وكانت عاصمتها قرطبة أكبر مدينة في أوروبا كلها. أضاءت شاشة خلفه عليها مخطوط لحكام الأندلس، أشار إليه قائلا: حين تولى حكمها الخليفة المستنصر كان كبيرا في السن، أنجب عبد الرحمن ثم أنجب هشاما بعده بنحو 4 سنوات، مات عبد الرحمن طفلا وتبقى هشام ليكون هو ولي العهد. في ذلك الوقت انضم إلى حاشية الخليفة رجل قوي شديد الذكاء وواسع المعرفة اسمه محمد بن أبي عامر. قلت مكملا: الملك المنصور محمد بن أبي عامر؟ فابتسم قائلا: نعم، لكنه كان مجرد شخص بسيط في هذا الوقت. تولى محمد بن أبي عامر مناصب كثيرة، من أهمها أنه كان وكيل هشام ولي العهد. حين مات الخليفة صار محمد بن أبي عامر الوصي عليه مع أمه صبح، لأن هشاما كان صغيرا. علاقة ابن أبي عامر بصبح أم هشام جعلتها تساعده في إقصاء خصومه، وهي التي مكنته من تولي أهم منصب وهو منصب الحاجب. كان منصب الحاجب مثل رئيس الوزراء، ومكنه محمد بن أبي عامر من احتكار السلطة، ثم حجر على الخليفة الصغير حتى بعد أن كبر. استطاع ابن أبي عامر تقوية الدولة وهزيمة أعدائها في كل مكان، ثم لقب نفسه بالمنصور وجعل نفسه ملكا يحكم تحت راية الخليفة الصوري. أنهى المدير القصة قائلا: بعد موت محمد بن أبي عامر سقطت الخلافة الأموية وانقسمت الأندلس إلى دويلات صغيرة، ومع الوقت استولت عليها الممالك الإسبانية قطعة قطعة حتى انتهت الأندلس تماما ولم يبقى منها إلا تاريخ. كنا جميعا قد تلقينا محاضرة عن تلك القصة وكنا نعرفها، لكن ذلك لم يمنع بعضنا من إبداء تأثره. وبعد أن أنهى الحكاية جلس على مقعد وانطفأت الشاشة وتطلع في وجوهنا بتمعن، ثم قال: أريد أن أصارحكم بشيء مهم. وقع قلبي بلا سبب إلى باطن قدمي، وتبادلنا جميعا نظرات قلقة، فأكمل يقول: أنتم لستم هنا في القرن 28 لمجرد التسلية، وتدريباتكم تلك ليست لخوض مباريات، بل إن المباريات التي خطموها كلها كانت مجرد تأهيل لكم للمهمة التي نريد تكليفكم بها. إن مهمتكم الحقيقية هي إنقاذ الجنس البشري من الانقراض. كتمت ضحكة كادت تفلت مني، وتسألت إيونا عن معنى الانقراض أساساً، فقال: إن البشرية منذ القرن 23 وهي في تناقص رهيب، حتى وصل عدد كل البشر الآن إلى أقل من 6 ملايين، ويتوقع أن ننقرض خلال أقل من 100 عام، كل هذا بسبب تطور التكنولوجيا المخيف. شغل الشاشة المجاورة ثانية برسوم توضيحية وأكمل يقول: لقد فطن البشر منذ بدايات القرن 21 لخطورة الوضع، لكن المساعي فشلت حين اعتال الحكم في الدول الكبرى مجموعة من الحمقى المتطرفين الذين لا يؤمنون بالعلم
وضربوا عرض الحائط بكل نصائح العلماء. من وقتها والكوارث تتوالى على كوكب الأرض، وموجات تناقص السكان الرهيبة تحدث كل عقد أو عقدين. قلت وقد فطنت للموضوع بأكمله، وأنت تريد أن تبدأ تغيير التاريخ بالحفاظ على الأندلس؟ أي عقل يقول هذا؟ ما علاقة الأندلس بالتغيير المناخي الذي سيحدث بعد سقوطها بمئات السنين؟ هذه مجرد استنتاجات لشخص جالس على أريكة يدخن الحشيش. ابتسم الرجل وقال: هذه استنتاجات آلاف الأجهزة المزودة بذكاء استثنائي، غذيت بأدق التفاصيل التاريخية للبشر. وبالتاريخ أنا لا أقصد ما يرويه المؤرخون أو الرواة، بل ما حصلنا عليه بإرسال ملايين الأجهزة للماضي، ترصد وتحلل وتأخذ عينات من الحمض النووي للحكام ولأبنائهم وأشقائهم، ومن هزموا في اللحظات الأخيرة، ومن اغتيلوا، وكان من المفترض أن يفعلوا كثيراً. مليارات السيناريوهات تمت محاكاتها في تلك الأجهزة، ولم يصح منها إلا هذا السيناريو. شرح لنا ذلك السيناريو الذي كنت أراه مجنوناً، وهو الحفاظ على حياة عبد الرحمن الابن الأول للخليفة المستنصر الذي مات طفلاً، ثم الحفاظ على حياة المستنصر نفسه حتى يتولى عبد الرحمن الخلافة دون وصي. قال: إن جينات عبد الرحمن السلوكية أقرب كثيراً لجينات جده عبد الرحمن الداخل، وقد استخدم البرنامج تلك الصفات لمحاكاة سلوكه كخليفة، وتنبأ أنه سيحكم نحو 40 سنة، سيضم فيها الممالك المسيحية في الشمال ومساحات واسعة من المغرب في الجنوب، وسيقيم حكماً متوازناً يراعي فيه كل الطوائف، ويقيم دولة تحترم كل الأجناس. فقالت ساتشي: لكنه يمكن أن يموت قبل أن يحكم كل تلك المدة، وقد يفشل. لن يفشل، فسيكون معه ابن أبي عامر في البداية، سيكون في حجمه الطبيعي مستشاراً وناصحاً وقائد جيش، والحفاظ على حياته ستكون مهمة طبيبه الخاص. وأشار نحوي، نظرت إليه مندهشاً فقال: ستكون طبيبه الخاص، أنت من سينقذ حياته أولاً، وأنت من سيحافظ عليها، المهمة كلها تتمحور حولك. فقال طريف وقد بان الغيظ في صوته: ونحن ما مهمتنا؟ أنت ستكون من رجال الدولة المهمين، وظيفتك الأساسية تسهيل مهمة يزيد، وساتشي سوف تقدم الدعم التقني لمهمتكم، وستتظاهر بأنها زوجتك الثانية، أما إيونا فسوف تكون مساعدة يزيد وحارسته، وسوف تتظاهر بأنها زوجته. كررت خلفه: زوجتي؟ فضحك وقال وعلى شفتيه ابتسامة عابثة: نعم، ستكون زوجة يزيد حسين سن. صمتنا جميعا للحظات قبل أن تقول ساتشي متشككة: وما يدرينا أن البشر فعلا على حافة الإنقراض، ولماذا لا تكون تلك خطة من أشخاص ما يريدون تغيير التاريخ لصالحهم؟ لماذا لا تغيرونه أنتم؟ علت همهماتنا مؤيدة لأسئلتها، فأشار لنا المدير بالهدوء وبدأ الإجابة: سنأخذكم في جولة تشاهدون فيها الناس وتختلطون بهم وتفهمون منهم أكثر، سنعرض عليكم سجلات لحوادث التاريخ الجسيمة في القرون الماضية التي محت ملايين البشر، نحن لا نصلح لتلك المهمة، فأجسامنا لا تتحمل الحياة الطبيعية أكثر من يومين، فنحن منذ 3 أجيال نعيش في أماكن مغلقة، تغيير التاريخ لن يؤثر عليكم، وربما يختفي جيلي إذا تغير التاريخ، لكن البشرية ستستمر ولن يأتي عليها هذا اليوم. فقلت: ماذا لو رفضنا؟ ابتسم الرجل ساخرا وهو يؤكد
أن الرفض خيار غير مطروح، لأن البديل أن نسجن في حفر حتى نموت. أما لو نجحنا في مسعانا فسنعيش في الأندلس ملوكا أغنياء منعمين ومن أهل الحكم. أنا موافق وأشعر بالشرف لأنني سأؤدي تلك المهمة. سوف أؤسس بيت بني عباد جديدا يحكمون إشبيلية تحت راية الخليفة عبد الرحمن المنتصر. ضحكت بعصبية وقلت له: وأعطيته لقبا أيضا؟ ألن تظهر أمريكا حقا لو غيرنا التاريخ؟ كلا بالطبع، لكن ظهورها سيتأخر قرنين أو ثلاثة. والهنود الحمر أسيفنون أم لا؟ لقد فني معظمهم بسبب الأمراض التي نقلوها إليهم وليس بسبب الحروب. وإحدى النتائج الرئيسية لمهمتكم هي تأخير اختلاط الأوروبيين بهم لما بعد اكتشاف لقاح الجدري الذي سيقيهم الفناء وسيغير معادلة البشرية بشكل كبير. تتابعت المواقف بعد ذلك متضمنة إياي. كان سبب موافقتي هو أنه لا خيار لي في الرفض، وأن ما سأفعله لن يغير التاريخ إلى الأسوأ إن لم يغيره إلى الأفضل. ثم إنني سأتزوج إيونا وأكون طبيب الخليفة الخاص، وقد يهديني بعض الجواري، وإن كنت أظن أن ساعتها إيونا ستقتلهم جميعا. خير أنني لم أكن مقتنعاً أن بقاء الأندلس في أوروبا سيكون سبباً يجعل العالم مختلفاً لدرجة المحافظة على بقاء الجنس البشري. أرسل طريف إلى قرطبة في نفس اليوم الذي اختطف فيه، ثم أرسل ساتشي إلى نقطة زمنية تلي ذلك بعدة أشهر. كان وداع طريف لها مؤثرا جدا، لم يكن مستوعبا بعد فكرة أنها ستغيب عنه شهورا وسيغيب هو عنها دقائق معدودة. كانت الخطة أن يغيب عن قرطبة فترة بزعم سفري للتجارة، ثم تعود معه ويخبر أهله أنها ابنة تاجر من بلاد الصين وأنه اتخذها زوجة له. أنا وإيونا أرسلنا لنقطة زمنية بعد طريف بسنة تقريبا، أي في منتصف عام 355 هجرية قبل دخول ابن أبي عامر بلاط الخليفة بأقل من عام. كان من المفترض أن أصل أنا وهي في الطريق الواصل إلى قرطبة من الجنوب، وأن يستقبلنا طريف. قبل إرسالنا دربونا فترة على طريقة الحياة في قرطبة في هذا الزمن، ودربت أنا وإيونا على ممارسة الطب باستخدام وسائل القرن 28، ولكن بطريقة تبدو كأننا نمارسها بأسلوب الزمن القديم. حين شرحوا لإيونا معنى أن تكون زوجة في قرطبة وأنها ستلزم بيتها ولن تخرج إلا نادرا وتكون مغطاة الوجه، ثارت ثائرتها وقالت: إن السجن أهون من ذلك. اقترحت أن ندعي أنها مساعدتي وأن وجودها معي مهم في حالات علاج النساء والدخول إلى أماكن الحريم. فاقترح طريف أن نقول إنها جاريتي، وكونها جارية سيسمح لها بقدر كبير من الحرية وسيجعل كونها مساعدتي أمرا مقبولا في المجتمع الأندلسي. رحبت بالفكرة، ولذلك دربوها على أساليب الطب معي لتساعدني. حين وصلنا أنزلنا طريف في بيت مستأجر وقال لصاحبه: هذا الرجل طبيب من مصر، أتى إلى قرطبة لينفع أهلها بعلمه، فأكرم وفادته وهو في ضمانتي وحماي. تصنعت العرفان الشديد بالجميل وقلت له أمام الرجل: لا أعرف كيف أكافئك يا سيدي، حقا الناس معادن وأنت من أصل كريم. فقال موجها كلامه إلى الرجل:
وأنا عائد إلى قرطبة انتابني ألم شديد في بطني حتى رقدت أسفل شجرة حتى يزول الألم. لم أكن قادراً على مواصلة رحلتي حتى ظهر ذلك الرجل الطيب، وقال إنه طبيب وأعطاني جرعة من سائل لاذع، لكنه أراحني كأنه السحر. ودعنا بحرارة وقال إننا مدعوون لوليمة في بيته في اليوم التالي، ثم انصرف متمنياً لنا السلامة. كان يبدو رجلاً أندلسياً من الخاصة، مرتب الزي، فاخر المظهر، كان طريف في نفس طولي تقريباً، إلا أنه في قرطبة بدا أطول قليلاً وذا وجه أكثر إشراقاً، رغم أنه صار أكثر سمرة، ولحيته مهذبة تمتد من سالفيه حتى ذقنه معانقة شاربة الذي كان أقل كثافة. أعطيت صاحب البيت أجره من النقود التي أمدوني بها، وسألته عن مكان السوق وأشهر العطارين والصيادلة فيه. طلب مني الرجل أن أستريح أولا، لكنني كنت متشوقا لبدء مهمتي ولرؤية قرطبة على الحقيقة بعدما قرأت عنها كثيرا. كان البيت مجاورا للجامع الأموي. وصف لي الرجل الطريق ناصحا أن أذهب إلى أحد الصيادلة المهرة على بعد نصف ساعة من الجامع. مشيت حول الجامع وأنا أشعر كأنني أمشي بجوار الجامع الأزهر. الجدران تشبهه كثيرا، والشوارع ضيقة أيضا أو أكثر ضيقا، غير أنها أقل ازدحاما وأكثر نظافة وتنظيما. سألت عن دكان الصيدلي حتى وصلت إليه. كانوا يطلقون عليه أبا الحارث. كان أشيب خفيف اللحية، أكثر بياضا من أن يكون عربيا رغم اسمه ورغم فضولي. لم أحاول أن أسأل عن أصله، فهو غالبا ولد من أب عربي وأم قوطية. استقبلني بابتسامة طالبا مني أن أقول شكوتي أو طلبي، فقلت أنا طبيب من مصر. فنظر إلي متشككا وقال وما الذي أتى بطبيب مصري هنا؟ وأين تعلمت الطب؟ فقلت له ضاقت الأرزاق في مصر، الفاطميون لا يكفون عن محاولة غزوها، وقد عاثوا فسادا في مدينة الإسكندرية أكثر من مرة. فقال متسائلا وهو يدعوني للجلوس وتعلمت الطب في الإسكندرية؟ فقلت تعلمته في بلاد الصين، إن لديهم علوما لا يعرفها أحد غيرهم. أبي كان تاجرا يجلب الحرير من هناك، وتركني أتعلم الطب 5 سنين قبل أن يعيدني حين دخل الفاطميون الإسكندرية وخربوا بيوتنا وتجارتنا وصرنا فقراء. فاضطررت للمجيء إلى هنا في حمى الخليفة الحكم المستنصر. خفت نظرة الشك في عين الرجل وإن لم تزل، لكنني لم أنتظره وقلت اسمع، أريد أن أعقد معك اتفاقا. فرفع حاجبيه في دهشة والتساؤل، فقلت وأنا أخرج من جعبتي 10 عبوات زجاجية صغيرة في حجم زجاجة القطرة، هذا الدواء للفحولة يجعل الرجل قادرا على معاشرة 5 من الجواري في الليلة الواحدة. أخذ مني إحدى الزجاجات وهو يسأل متشككا عن محتواها. قلت له هذا من أدوية أهل الصين ولن تعرفه صدقني. ثم أمسكت واحدة ووضعتها أمام عينيه ليرى السائل الأزرق الرائق داخلها، وقلت جربها بنفسك ولن تندم. طلبت منه أن يختار واحدة من الزجاجات 10 لأضع منها في فمي أمامه ليطمئن أن الدواء آمن. فانتقى واحدة بالفعل، ابتلعت منها جرعة أمامه فاطمئن وسألني مازحا وهل لديك 5 جوار كي تفرغ فيهن مفعول هذا الدواء؟ فضحكت وقلت إن لدي 10. قال وهو يمرر أصابعه في لحيته ويفكر لن أدفع لك مالا الآن، ثم إن تصريف هذا الدواء خطير،
فرجال صاحب السوق يفتشون دكاكين العطارين والصيادلة بانتظام، ودواء مجهول كهذا قد يقودني للسجن. فقلت له إنه يقدر أن يحتفظ به حيث لا يجده المفتشون، ثم أضفت: أنا لا أريد منك مالا، رغم أني أعرف أن مثل هذا الدواء سوف يجلب لك ثروة. كل ما أريده أن ترسل إلي المرضى وأن تمدح لهم في مهرتي. تهللت أساريره للحظة، ثم أعاد الوجه المتشكك لملامحه وقال بحزم: لكن اعلم أنني لن أرسل إليك مريضا واحدا قبل أن أرى تأثير ذلك الدواء. فقلت له وأنا أمد يدي إليه بالسلام: اتفقنا؟ فسلم علي وحذرني من أن ممارسة الطب في قرطبة تخضع للرقابة، وأنهم قد يطلبونني في يوم لاختباري على يد أحد أطباء قرطبة الكبار. فابتسمت بثقة وأنا أقول له أنني أعرف ما أفعل. وعدت إلى البيت ووجدت أيونة في انتظاري غاضبة تسألني أين كنت. مثلها مثل أي زوجة في عصرنا، فشرحت لها بهدوء ما قمت به. قالت بتصميم من أنثوي: أريد أن أخرج. كانت تريد أن ترى الدنيا الحقيقية بعد أن قضت شهورا طويلة في عالم صناعي، فلم تكفيها الرحلة القصيرة التي قطعناها بصحبة طريف. وافقت صاغرا وأخذتها لنمشي على ضفة نهر الوادي الكبير ولنشاهد قنطرة قرطبة التي لم أكن قد رأيتها بعد. كانت مبهورة بالشوارع والحواميت والناس، وكانت المرة الأولى في حياتها التي ترى فيها مدينة منظمة جميلة كتلك. حين وصلنا إلى ضفة النهر ورأينا القنطرة من بعيد، شملنا الذهول معا. كانت أكثر من رائعة، كانت أعمدتها قد تآكل بعض أسطحها، لكن ذلك لم يقلل من عظمتها وروعة منظرها. كانت أقواسها ضخمة وكأنها أقواس معبد كبير أو أبواب قلعة، وكأن مدخلها مزينا بأعمدة عن يمينه وعن شماله. ماء النهر كان هادئ التيار، وامتلأ ضفافه بحشائش كثيفة مرتفعة. طلبت منها أن نعود، فقد اقترب حلول الليل. جادلتني قليلا قبل أن نرى ثلاثة رجال خمنت أنهم من الشرطة، سألونا عما نفعله بوقفتنا تلك. كادت إيونا أن ترد، لكنني سارعت بالرد قائلا: إننا وصلنا إلى قرطبة اليوم فقط، وكنا نشاهد عظمة تلك المدينة والقنطرة التي كنا نسمع عنها منذ كنا في مصر. سألني عما أتى بنا إلى قرطبة، فقلت له مثل ما قلت للصيدلي من قبل. حاولت يونا أن تشترك في الحديث، لكنني قاطعتها وأنا خائف من أن تقول كلمة تودي بكلينا إلى السجن. سألني كبيرهم هازئاً: هل النساء من حيث جئت يخاطبن الرجال هكذا؟ فقلت له: إنها جاريتي وتساعدني في عملي وتعتاد الأخذ والرد مع المرضى وأهليهم. فقال وهو ينظر إلينا نظرة الملك إلى حاشيته: حسناً، خذ جاريتك وعد إلى دارك، وعلمها أن النساء في قرطبة لا يسمع لهن صوت. وصلنا إلى البيت، وما أن أغلقنا الباب علينا حتى انفجرت في غاضبة وهي تقول إنها لم تعتد ذلك، وإنها صمتت أمام هذين الرجلين فقط لأنها شعرت أنني خائف. فقلت لها: هناك مثل قديم يقول: إن كنت من روما فتصرف كالرومان. نحن هنا في مهمة محددة، ولابد أن نحافظ على سلوكنا حتى لا نثير الشكوك. لم يعجبها كلامي، قالت إنها موجودة الآن في زمن قريب جدا من زمن وجودها الفعلي، ويمكنها إذا شاءت أن تسافر إلى أرض قومها في الدنمارك وتعيش كما كانت تعيش قبل أن تؤخذ للمستقبل. فقلت لها: أنت تعرفين أنهم زرعوا في أجسادنا شرائح تصيبنا بالشلل إذا خرجنا عن النطاق المحدد لنا؟ فقالت:
ليس هذا ما يمنعني، بل حبي لك. ضممتها إلي وأنا أعتذر إن كنت قد ضايقتها، فقالت: أنا أخشى إن وجدت الحياة عسيرة هكذا أن يقل هذا الحب وأن أترك هذه الأرض ولا أبالي بالعواقب. فقلت: حسناً حسناً، سأجعل مهمتي الأولى إسعادك، ومهمتي الثانية إنقاذ حياة الطفل عبد الرحمن بن الحكم. فهمست في دلال: حسناً، دعنا ننسى ما حدث وأرني مهارتك في إسعاد الآن. كل ما رأيته في قرطبة في أول يوم كان يؤكد لي ما سمعته عن روعتها، لكنه لم يقنعني بمهمتنا الغريبة. قد أقتنع بفكرة أن شخصاً رومانسياً يحب تاريخ الأندلس يحاول أن يعود بالزمن ليمنع سقوطها، سواء لأنها تاريخ مجيد أو لكونها أرضاً اجتمع فيها العلماء والفنانون من كل الأديان والثقافات وأنشأوا حضارة باهرة. أما أن يدعي شخص أن إنقاذها سينقذ البشر من انقراض يفترض أن يحدث بعد سقوطها 13 قرناً، فهو ما لا يمكن أن أقتنع به، حتى لو كان من يدعي ذلك هو أضخم جهاز كمبيوتر عرفته الأرض. لكنني حاولت أن أتقن هذا السيناريو كما ينبغي، لأنني مجبر عليه أولاً، ولأن المفترض فيه أنني سأكون طبيب الخليفة بعد أن أنقذ حياة طفله عبد الرحمن، ثم أنقذه هو حين يصاب بالجلطة التي كانت سبباً في وفاته. وهذا يعني أنني سأكون من علية القوم وأعيش عيشة الوزراء. هذا لن يعوض أبداً فكرة الحياة بلا تكنولوجيا. أشرب ماء من بئر وأصب الماء بيدي لكي أستحم، وأعيش دون كمبيوتر أو هاتف أو إنترنت أو حتى تلفاز أو راديو وغير هذا كثير. ثم لا يوجد مصيف، رغم أنني على مسافة قصيرة من أجمل شواطئ البحر المتوسط. إنها عيشة تقصر العمر حتى لو كنت ملكة. كنا نتناول غداءنا عند طريف في بيته الثاني الذي تعيش فيه ساتشي، والذي بناه في البستان الذي اشتراه بعد عودته. كانت ساتشي الوحيدة التي تشبهني في أنها عاشت في عصر التكنولوجيا، لكنها بدت سعيدة بالزمن الذي تعيش فيه. والأغرب أنها كانت مؤمنة تماما بهدف مهمتنا وأنه قابل للتحقيق. قص علينا طريف حكاية لقائه الأول بمحمد بن أبي عامر، فقال: ذهبت إليه من شهر تقريبا، وهو لا يزال كاتبا للرقاع لليوم، بحجة أنني أريد كتابة تهنئة لأحد أقاربي. وما إن عرف أصلي حتى بدأ هو بالحديث معي وذكر نسب قبيلتي وفضلها، وحدثته أنا عن ترك الجيش والتفرغ لإدارة بساتيني، لكنه نصحني أن أجد لنفسي مكاناً في دواوين الدولة، وقال إننا أبناء العرب يجب أن نثبت حضورنا في أروقة الحكم وألا نتركها سائغة للموالي والصقالبة. كان واسع الاطلاع، عذب الحديث، شديد الفطنة. والحق أنني لم أكن مضطراً للتظاهر بأنني أود مصادقته، فهو رجل يستحق ذلك. ابتسمت ساخراً وقلت له: ألم تقترح قتله في البداية؟ كان اقتراحاً متسرعاً، فهو يستحق أن يخدم الأندلس، ولكن في حدود دور مرسوم له. اتكأ على أريكته كأنه صاحب قصر يجلس مع حاشيته، وأكمل حكايته قائلاً: ذهبت إليه في اليوم التالي حسب الخطة، وأخبرته أنني رأيت رؤيا، وأنه سيصير من المقربين من الخليفة وولي عهده. فقلت له إنني رأيته في دار الخزانة يتولى أمورها ويصلح من شأنها، فضحك ثم قال لي إنني رجل طيب وإنه مستبشر بكلامي، فحلفته إذا وصل إلى بلاط الخليفة وصار ذا شأن أن يوليني منصبا.
فأقسم لي، وهو لا يزال يضحك. بعدها صرنا نتقابل في الجامع الكبير كل صلاة جمعة، نحن وجماعة من أصحابه، وفي كل مرة نتقابل أذكره بوعده فينفجر ضحكا. كان من الواضح أنه يستمتع حقا بتلك المغامرة، وشعرت أنه وجدها فرصة ليصير من رجال الدولة بدلا من أن يظل مجرد محارب في جيشها. سألتني ساتشي: متى ستبدأ الخطة لتبدأ شهرتك كطبيب هنا؟ فتطوع طريف بالإجابة ليوضح أهمية دوره في الخطة، رغم إدراكه أن ساتشي تعرف دوره وأن هذا لم يكن الغرض من سؤالها. كان من المفترض أن يتحدث طريف عن مهارتي أمام ابن أبي عامر، وأن يطيل في الثناء علي في أكثر من مناسبة، ثم بعد ذلك يسقط أحد أولاد الوزير ابن حدير مريضاً بمرض لا يستطيع أحد من الأطباء هنا تشخيصه أو علاجه، لأن هذا المرض ناتج عن مادة من المستقبل حقن بها. وبعد أن يحار الجميع في علاجه، يقترح ابن أبي عامر وهو صديق الوزير ابن حدير، يقترح عليه أن يستدعيني أنا لأنني الطبيب الوحيد الذي لم يجرب معه. أضفت قائلا: وقبل أن يحدث هذا لابد أن أكون مشهورا بين أوساط الناس ومعروفا في قرطبة، وقد بدأت ذلك بالفعل بالتعرف إلى أحد الصيادلة المهمين. قطع كلامي صوت رجل بالباب ينادي على طريف فخرج له، ثم حاد سريعا ليخبرني أن بالباب خادما يقول إن زوجة سيده مريضة وقد دله صيدلي بالسوق عليه. فخرجت أنا أقول لنفسي إن أدوية المستقبل أتت بثمارها سريعا، ويبدو أن دواء كهذا سيجعل الصيدلي يسيل لعابه على الأموال ويرسل إلي بمرضى كثيرين. طلبت من إيونا أن تنتظرني عند الطريف وأذهب أنا لأعالج المريض ثم أعود إليها، لكنها رفضت بإصرار وقالت: أنا مساعدتك والمريض امرأة، ومن الأفضل أن أكون موجودة. وافقت على رأيها وطلبت من الرجل أن يرافقنا لنأتي بأدواتي من البيت أولاً ثم نمشي معه. كانت المسافة من بيت طريف إلى مقر إقامتنا تحتاج إلى نصف ساعة، وذلك على ظهر بغل قوي أعطاه لي طريف، ورافقنا الرجل على حصانه ومشينا في ضروب مشجرة بين البساتين، ثم دخل بنا الطريق لأزقة ضيقة بين البيوت حتى أتينا بما نحتاج إليه، وذهبنا إلى بيت الرجل في نفس الشوارع الضيقة حتى وصلنا إلى ساحة تحفها بيوت بيضاء تزين النباتات مداخلها بشكل بديع. في الطريق قصت علي يونا ما حكته لها ساتشي من أنها لم تقبل أن تكون زوجة حقيقية لطريف، رغم أنها كانت معجبة به جدا حين كنا في المستقبل، لكنها هنا لم توافق أن تكون زوجة ثانية له، وقالت إنها لا تستطيع أن تقنع نفسها بذلك وأن تترك نفسها تحب رجلا يدين لامرأة أخرى بالولاء أو بالحب. قالت لي إن ساتشي تشغل وقتها بدراسة الأجهزة التي أمدون بها، وسيحين الوقت لاستغلالها في المستقبل، وذلك حسب الخطة. وبدأت تمارس هواية جديدة وهي استزراع الزهور في جزء من البستان، طلبت من طريف تخصيصه لها، وأنها تفكر أن تغير التاريخ بطريقتها، وقد تدخل فكرة المهاداة بالورود على المجتمع في قرطبة. قلت لها الذي أعرفه منذ كنا هناك وهي تحبه، وقد قص علي طريف بعضا مما جرى بينهما، ولا أعرف ما الذي يضايقها الآن، وهي حين أحبته في البداية كانت تعرف أنه متزوج. كنت أتكلم أنا على ظهر البغل وهي تجلس خلفي، فلكزتني بيدها في غيظ وهي تقول: كنا هناك نظن أننا سنبقى للأبد، وقد كان لها وحدها، لكننا حين جئنا هنا صار وجود امرأة أخرى حقيقة، وأريدك أن تعرف شيئا مهما. لو أنني مكانها
كنت سأفعل أكثر من ذلك. فقلت أنا أبتلع ريقي، ماذا كنت ستفعلين؟ فقالت في غموض بدا في صوتها دون أن أرى وجهها طبعا: ستعرف إن فكرت أن تعرف امرأة غيري حتى وإن كانت جارية.